أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام الحرمين رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أما العام فكما عم شيئين فصاعدا من غير قصر من حولك، عممت زيدا وعمرا بالعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقيت مسألة في باب النهي نتحدث عنها قبل أن نبدأ في باب العام، وهي أننا قلنا إنه في الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار، ويختلف عن ذلك النهي، فإن النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار. فإذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، يقتضي الكف عن الزنا فورا ويقتضي التكرار في كل زمن من الأزمان. يبقى يفترق الأمر عن النهي في أن الأمر لا يقتضي فورا ولا يقتضي تكرارا بالنسبة لصيغته، وأما النهي فإنه يقتضي فورا ويقتضي ويقتضي تكرارا. وبقية مباحثه تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. يقول باب العام، العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير ما حصر. ما عم شيئين، ما اسم المبهم، عم شيئين، وكأن كلمة عم شيئين وصف لذلك الاسم المبهم. وشيئين شمل المثنى، يعني يشمل اثنين في المثنى، وفصاعدا يشمل أسماء أسماء الأعداد، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر، عشرين، ثلاثين، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى قوله إذا ما عم شيئين فصاعدا، يعني يبدأ من شيئين فصاعدا، يعني فما يصعد فوق الشيئين. إذا دخل فيه المثنى أو لم يدخل، دخل فيه المثنى ودخل فيه العدد، أسماء العدد. وقوله من غير ما حصر أخرجت شيئين، أخرجت المثنى وأخرجت أسماء الأعداد. ليه أخرجت المثنى؟ لأن المثنى محدود، المثنى محدود في اثنين. قوله إذن، قوله ما عم شيئين، كأنه أراد أن يبدأ العموم، يبدأ من شيئين فصاعدا إلى ما لا نهاية له. يبقى قوله ما عم شيئين دخل المثنى، فصاعدا دخلت أسماء الأعداد. ثم قال قوله من غير ما حصر فصل، كأني كلمة ما هذه جنس، كلمة ما هذه جنس، وكلمة من غير ما حصر فصل. خلاص، ومعنى فصل يعني أنها صفة في الجنس غير عارضة، أخرجت ماذا؟ أخرجت المثنى وأخرجت أسماء الأعداد. ليه؟ قال لك لأن المثنى محدود معروف باثنين. طب وأسماء الأعداد؟ قال لأنها لها غاية تنتهي إليها، وغاية الأعداد التي هي غير مكررة المئة، وغاية الأعداد النهائية التي كان العرب يعرفونها ولا عدد بعدها إلا وهو مكرر الألف، يعني لا يعرفون أكثر من أكثر من الألف. ولذلك حين أراد رجل أن يتزوج ابنة كسرى فقيل له كم أمهرتها؟ فقال ألفا. فقال ألا زدت في هذا؟ فقال لو كنت أعلم عددا بعد الألف لزدت. إذا العرب لا يعرفون إلا إلا نهاية العدد وهو الألف. لما نيجي إحنا
نزود على الألف بنقول ألفين ثلاثة أربعة خمسة، ثم إذا أردت أن تصل إلى المليون اللي يسموه مليون هتعده بقد إيه؟ بألف ألف، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا النهاية العددي نهايته ألف، ومن أجل ذلك كلمة من غير ما حصر من غير ما، ما هنا زائدة، من غير شيء يسمى حصرا، يعني من غير وجود حصر، من غير ما زائدة هنا، من غير ما حصر أخرجت المثنى وأخرجت أسماء الأعداد، لأن المثنى محدود ولأن أسماء الأعداد لها غاية تنتهي إليها، والعموم أشمل من هذا. فغاية القصد في العموم الشمول، غاية القصد في العموم ما هي؟ الشمول. طيب يقول ما عم شيئين فصاعدا، يعني فأكثر من شيئين، من غير ما حصر إلى نهاية يعني. ثم يقول من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت زيدا وعمرا بالعطاء. لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي المتعلق وهو كلمة بالعطاء. ولماذا قلنا لا بد أن يأتي المتعلق؟ لأنك لو لم تأتي بالمتعلق وسكت عند قولك عممت زيدا وعمرا لما كان ذلك من الباب الذي نتحدث عنه مطلقا. فلا بد أن تقول عممت زيدا وعمرا بكذا بالعطاء. أما إذا قلت عممت زيدا وعمرا يعني قصدت عزيدا وعمرا فعممتهما معا في قولي أو في كذا، فذلك لا يصح. إما لابد أن يكون هناك متعلق تعمم به ذلك الشيء. ونحن هنا في الأصول شيء يتعلق بالعموم نعمم به هذا العموم وهذا الشمول. إيه هو؟ الحكم مثلا. لأننا حين نقول الإنسان مكلف مثلا عممناه بماذا؟ عممناه بالحكم فحكمنا عليه بأنه مكلف، خلاص؟ يبقى إذن الصلاة واجبة، يبقى نقصد إيه؟ أي صلاة؟ كل الصلوات المفروضات التي هي مخصصة في الشرع نقصد أنها إيه؟ معام الوجوب، محكوم عليها بالوجوب، وهذا عموم. فإذا المتعلق لا بد من ذكره، فتقول عممتهم بالعطاء، عممتهم بالحكم، عممتهم بكذا، فلا بد من هذا. وأقول هذا لماذا؟ لأنه وقع في نسخة من الورقات لإمام الحرمين ضرب المثل بقوله عممت زيدا وعمرا وسكت، فقال بعض الشراح لا يصلح ذلك لأنه لا بد أن يذكر قوله بالعطاء. هو لم يوضح، لم يذكر إيه، لكننا نوضح ذلك فنقول لا بد أن يذكر المتعلق الذي تعم به هذين الشيئين أو هذه الإيه أو هذه الأشياء. فإذا لم تذكرها فحينئذ لا يكون من باب العموم في إيه، لا يكون من باب العموم في شيء، خلاص. والعموم من خصوصيات النطق، يعني ليس من الفعل وإنما هو من النطق، وله صيغ كثيرة سنذكرها فيما بعد. تفضل. وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. ألفاظه يعني الصيغ التي، الصيغ اللفظية الدالة على العموم. يبقى معنى الألفاظ يعني الصيغ الدالة على العموم. إذا العموم من الإيه؟ من خصوصيات ماذا؟ النطق، يعني اللفظ، وليس من خصوصيات غير اللفظ. فإذا لا يدخل معنا الفعل في عموم، ولا يدخل معنا غير الفعل في العموم. يبقى إذا الذي يدخل معنا في العموم أو الذي هو مخصوص في العموم هو اللفظ، الفعل مالوش دخل. ولذلك قال الشيخ ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل أو بما جرى مجراه، خلاص؟ نعم. وألفاظه أربعة.
الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف. الاسم الواحد المعرف بالالف واللام، المقصود بالاسم الواحد اي الواحد يعني الجنس، ليس معناه الواحد يعني الفرد من افراد شيء معين او جنس معين، ولا فرد من افراد نوع معين، وانما المقصود بقوله الواحد يعني الجنس المعرف بال. المعرف بال نعم يعني التي لا تدل على العهد ولا تدل على الحقيقه. يبقى شيئين، ال هنا عايزين نشترط فيها حاجتين، التي لا تدل على العهد والتي لا تدل على الحقيقه، وانما تدل على الجنس. وهنا لا بد ان نتحدث عن كلمه ال واختصاصاتها علشان تبقى عارف، لان احنا قلنا ان هذه مقدمات ضروريه لطالب الاصول. ال هذه لها استعمالات في اللغه ضروري لطالب العلم ان يعرفها. اولا هي تفيد التعريف، هذا امر معروف يعني خلاص. وهل هي وحدها كلها تفيد التعريف او اللام فقط هي التي تفيد التعريف؟ قولان لجهابذة النحويين، اولهم الخليل، فالخليل يقول ان ال كلها، ان ال كلها تفيد التعريف يعني الهمزه واللام. واما سيبويه فيقول ان اللام فقط هي التي تفيد التعريف فيها، واما الهمزه فجيء بها ليتوصل بها الى النطق بالساكن الذي هو اللام. ولذا يقول ابن مالك الحرف تعريف او اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. يبقى اذا ال تدل على التعريف بكمالها على ما قاله الخليل، ولا باللام فقط وجيء بالهمزه للتوصل بها الى النطق بها على ما قال سيبوي. هذا التعريف اما ان تعرف الجنس واما ان يقصد بها العهد واما ان يقصد بها الحقيقه واما ان يقصد بها الحقيقه. طيب اما الجنس فيقصد منه امرين. الامر الاول مجرد الدلاله على الجنس فقط، وهذا ليس داخلا معه، وانما يكتفى من ذلك الجنس ولو بفرد من افراده فقط. يكتفى من ذلك الجنس ولو بفرد من افراده فقط، وضابط ذلك الا تصلح كل في موضعه. يعني لما تكون عاوز تدل على جنس واخد بالك، ولا يعني لو قال، لو قلت الإنسان هلوع مثلا، هل تقصد جميع أفراد الإنسان؟ لا، بدليل تقصد جنس الإنسان، ولو صدق على فرد واحد من أفراد خلاص. لكنك إذا قلت الإنسان هلوع وأردت أن تخرج بعضه تقول إلا مثلا إلا المصلين، إلا المصلين. فإذا الجنس ال إذا دخلت على الجنس، فإن قصدنا اكتفاءنا بفرد من أفراد الجنس فهذا لا دخل لنا به مطلقا. طيب أمال لها نوعين تانيين في موضوع الجنس. قال لك إما أن تدل على الاستغراق، استغراق الجنس، إما أن تدل على الاستغراق، والاستغراق نوعان، استغراق الجنس وذلك لا بد أن يدل على كل أفراد ذلك الجنس. إذا كانت الاستغراق الجنس لا بد أن يدل على كل أفراد ذلك الجنس، فإذا أردت أن تخرج من أفراد ذلك الجنس شيئا فلا بد أن تستثنيه. مفهوم الكلام ده؟ يبقى إذا هي إذا دلت على الاستغراق فالاستغراق نوعان، إما استغراق الجنس
وإذا أردت أن تخرج منه فلا بد أن تستثني بأداة أخرى خارجية. وضابط ذلك أن تصلح كلمة كل في موضعها. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان ولا بعض الإنسان؟ كل الإنسان. فلما أراد أن يخرج البعض جاء بالاستثناء فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ثم استثنى منه قوله تعالى: إلا الإيه؟ إلا المصلين. فإذا أردت بها عموم الجنس واستغراق الجنس كاملا فلها أمرين. الأمر الأول أن يصلح لفظ كل في موضعها. الأمر الثاني أنك إذا أخرجت بالاستثناء شيئا دل ذلك على أنك قصدت العموم بالأولى. قصدت العموم بالأولى. يبقى إذا إحنا لما يجينا صيغة في القرآن أو الحديث أو السنة وعايزين نعمم الحكم يبقى هنا عرفنا إن كانت هكذا للجنس وحطينا الضوابط مكانها وعرفنا الموضوع يبقى كده إذا وجدنا استثناء السلام عليكم الله يبارك فيك يا أخي طيب ليس الآن لأني أنا في محاضرة حاليا وأمام ميكروفون فغدا يعني بعد ساعة أو ساعتين إن شاء الله اتصل بي إن شاء الله نعم فقلنا إذا وجدنا الضابط كل دل ذلك على يبقى نعمم الحكم فإذا وجدنا استثناء يبقى المقصود بها في الأول العموم ودول اللي استثنيناهم خرجوا من ذلك الإيه؟ خرجوا من ذلك الحكم طيب لما يجي يقول العموم الاسم الواحد ما المقصود به هنا؟ اسم الجنس المستغرق لكل الافراد هذه المساله الثانيه يبقى لو قال الاسم الواحد يبقى يقصد به اسم الجنس المستغرق لكل الافراد طيب وليه قال الواحد؟ قال لان كل واحد منهم صادق على ذلك الجنس يعني الجنس صادق على كل واحد من هذه الأفراد من هذا الشيء لو قلت الإنسان يصدق على زيد ويصدق على عمرو ويصدق على بكر ويصدق على خالد وبكر واحد من الجنس وعمرو واحد من الجنس فحين أقول الاسم الواحد يعني التي صيغته صيغة الواحد الذي صيغته صيغة الواحد والمقصود به إيه؟ الجنس لأن لفظ إنسان صيغته صيغة إيه؟ واحد ولا جمع؟ واحد ما قلناش أناس لم يقل أناسين مثلا ولم يقل أناسي في جمعه وإنما قيل الإنسان الإنسان يبقى اللفظ لفظ واحد والمعنى معنى الجنس وهو صادق على كل فرد من أفراد ذلك الإيه؟ ذلك الجنس كويس؟ هذه معنى الاسم الواحد اللي هي ال هنا يراد بها استغراق الجنس وقد يراد بال الاستغراق العرفي الاستغراق العرفي ومعنى الاستغراق العرفي اي عرف اصطلاح معين او شيء معين او جماعه معينين لو قلت جمع الأمير الصاغة جمع الأمير الصاغة هذه جمع ولا مفرد لفظ جمع طب والصاغة دي هل جمع الأمير كل صاغة الدنيا ولا جمع كل صاغة مملكته كل صاغة مملكته يبقى ما تقولش هي صحيح قال هنا للاستغراق ولكن ليس للاستغراق الجنس وإنما هي لاستغراق العرف لاستغراق العرف كافأت العلماء هل أنا كافأت كل العلماء أو أنني كافأت علماء معينين يعني أنيط بهم حكم المكافأة
يبقى علماء معينين. يبقى إذا أنا أستغرق ولكن أستغرق العرف ولكن لا أستغرق هنا الإيه؟ لا أستغرق الجنس. هل هذه داخلة معنا في العموم؟ ليست داخلة. يبقى قال لما تبقى الاستغراق العرفي لا تدخل معنا في العموم. طيب وإذا كانت أل للعهد؟ قيل إن أل إذا كانت للعهد تكون على نوعين أيضا. تكون إما لا على ثلاث أنواع. إما للعهد الذكري، يعني أن يكون هناك شيء مذكور في الكلام وأنا عرفته بالألف واللام، إذا ما خاطبت المخاطب انصرف إلى ذلك الشيء المذكور. كأن أقول لكم مثلا، ونحن نعلم أننا معنا كتاب معين سندرسه في الورقات في أصول الفقه مثلا، أقول لكم هل جئتم بالكتاب؟ يبقى الكتاب ده اسمه ايه؟ احنا اتكلمنا. اقول لكم نحن سندرس كتاب اصول الفقه، ثم بعد ذلك هل معكم الكتاب؟ يبقى الكتاب ده عهد ايه؟ ذكر، لانه سبق الكلام فيه وهو مذكور، فاصبح العهد هنا عهد ذكري. طب العهد الذهني، ذهبنا الى بيوتنا ومر أسبوع كامل علينا ولم نلتقي إلا يوم الجمعة مثلا القادم، ثم جئتم فأقول لكم هل جئتم بالكتاب؟ يبقى الكتاب ما هو؟ كتاب الورقات. فهذا عهد ذهني بيننا وبينكم. يبقى العهد هذه كم نوع؟ اثنين. هناك عهد ثالث وهو العهد الحضوري. العهد الحضوري يعني لو أنني جاء شيخ يشرح هنا وحضر أمامنا وأشرت أنت إليه وقلت هذا هو الشيخ الشيخ، يبقى ألف الشيخ هنا عهد إيه؟ حضوري. يبقى ده عهد إيه؟ حضوري، لأن الشيخ حاضر أهو، ما قلتش هو محمد ولا زيد ولا عمرو ولا بكر ولا حاجة، ولكن عرفته بأل وانتهت المسألة اعتمادا على حضوره أمامي وأمامك. مفهوم؟ يبقى العهد ثلاث أنواع، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. لا العهد الذهني ولا الذكري ولا الحضوري له دخل معنا في العموم. إذا خرج معانا ما يقترن بأل ويقصد به الاستغراق العرفي فلا يدخل معنا، وخرج معنا ما يقصد بها فيه العهد الذهني والذكري والحضوري. طيب وقد تكون أل مفيدة للحقيقة، حقيقة الشيء. خلاص مثالها في مثال سهل ومثال يعني برضو سهل إن شاء الله. تقول الرجل خير من المرأة، هو سهل علينا احنا لكن مش سهل على غيرنا، ناس كتير هيبقى صعب عليه. الرجل خير من المرأة. قال هنا دي حقيقة؟ لا حقيقة. المقصود بها يعني حقيقة ذلك النوع أحسن من حقيقة ذلك النوع، لأن الرجل مش جنس. لا الرجل مش جنس، الرجل نوع. كلما كان له مقابل من نفس تكوينه فلا تقل عنه إنه جنس أبدا. الجنس هو الإنسان. إنسان منه رجل ومنه إيه؟ امرأة. لكن لو قلت الذكر خير من الأنثى يبقى ألف الذكر إيه ليه؟ للحقيقة. للحقيقة. والمقصود بها إيه؟ النوع. لأن النوع لما جم يعرفوه قال لك يدل على تمام الماهية. يدل على تمام الماهية. وكلا الطرفين تمام للماهية. الذكر تمام لماهية الإنسان والأنثى تمام لماهية مين؟ لماهية الإنسان. فإذا الذي يدعي أن الذكر جنس والأنثى جنس نقول له أنت أحلت حتى في الاستدلال للقول، وعملهم مع بعض متعادين ودي لها طبيعة وده ليه طبيعة وإلى لا نقول له هم كلهم طبيعتهم واحد، ولكن هذه لها عمل
وهذا له عمل. إن أعطيت هذا عمل هذا فقط فلن تأخذ من ذلك خير، وإن أعطيت هذا عمل هذا لن تأخذ منه خير. خلاص؟ كما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ثم قال إن سعيكم لشتى. يعني أنتم مختلفون، الذكر يختلف له سعي والأنثى لها سعي، كل واحد مختلف عن إيه؟ عن الآخر. فلما تعطي ده سعي ده تبقى أنت بقى صادمت الفطرة التي فطر الله الأمور عليها. طب ولما صادف الفطرة يعني أعمل إيه؟ قول له أنت مش هتنتفع لا بهذا ولا بذاك. خلاص؟ طيب إذا قال حين يراد بها الحقيقة لا إيه؟ لسنا نقصرها. ومثال آخر للحقيقة، تقول الإنسان مثلا وأنت أمام سوق معين وما فيش عهد بيننا وبين بعضنا في السوق ولا أي حاجة ولا نعرف إن في سوق ولا شيء، فجئت وقلت أدخل هذا المكان، أدخل السوق، يعني هذا المكان الذي حقيقته أنه سوق. إذا يا إخوان استعمالات أل تكون أل للاستغراق الجنسي، وتكون للاستغراق العرفي، وتكون للعهد، ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري، وتكون أل للحقيقة. خلاص؟ وعندما نقصدها في العموم لا نقصد منها إلا استغراق الجنس، إلا ولذلك تخصص بالاستثناء، تخصص بالاستثناء. وهذه ايه؟ هذه ال. نعم. واسم الجمع المعرف بالالف واللام. اسم الجمع يعني الاسم الذي يدل على الجمع المعرف بالالف واللام، كما تقول القوم. خلاص؟ كلمة القوم ده اسم ايه؟ اسم جمع. الجيش اسم جمع. الشعب اسم جمع، يبقى ده معرف بالالف والايه؟ واللام، برضه ده من صيغ العموم. خلاص؟ هذا ايضا من صيغ الايه؟ من صيغ العموم. نعم. والاسماء المبهمة كمن في من يعقل. نعم. وما فيما لا يعقل. نعم. واي في الجميع. طيب، اما قوله الاسماء المبهمة، المبهمة يعني التي لا يفهم منها مفرد ولا مثنى ولا جمع، بل هي مبهمة فلا تدل إلا بما يأتي بعدها إما على المفرد وإما على الجمع وإما على الإيه؟ المؤنث أو المذكر أو نحو ذلك، يعني لا تستطيع أن تفهم منها مذكر ولا تفهم منها إيه؟ مؤنث. تقول من ماذا؟ من ده فرد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ اللي يوضحها اللي بعديها. لو قلت من جاءك فأكرمه، ها؟ يقصد بها ماذا؟ فرد ولا الكل اللي يجي لك تكرمه؟ كل من أتى، من جاءك فأكرمه. من اشترك في صفة لك هي المجيء فأكرمه. سواء كان واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهكذا. وقد تستطيع أن تعرفها وتخصصها فتقول من جاءك فأكرمهما. يبقى دلت على إيه؟ هل دلت هي على المثنى ولا الذي جاء بعدها هو الذي فصل المثنى؟ الذي جاء بعدها. من جاءوك فأكرمه، من جاءتاك فأكرمهما، من جئنك فأكرمهن، يبقى اللي بعديها هو الذي يدل، أما هي فهي مبهمة. أما هي فهي مبهمة. خلاص؟ طيب، هذا إن كانت في من في الاستفهام. تقول من عندك؟ مين عندك؟ من عندك؟ إيه؟ رجل؟ معرفش. امرأة؟ برضه. اثنين؟ ثلاثة؟ عشرين؟ ألف؟ ألفين؟ مليون؟ معرفش. أنا بسأل من عندك؟ يبقى دلت على ماذا؟ دلت على العموم. فمقتضى ذلك أن من في القرآن أو في السنة إذا جاءت هكذا للاستفهام فإنها تدل على إيه؟ تدل على العموم.
مش كده ولا ايه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كمن لا يخلق يبقى دلت على ايه؟ ها؟ على العموم، دلت على العموم، لأن ما نعرفش من لا يخلق ده اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين ولا ألف ولا ألفين ولا ملايين، يبقى دلت على ماذا؟ دلت على جميع العموم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ دلت على كم واحد؟ لم تدل على أحد. يبقى دي في الاستفهام، إذا تدل على ماذا؟ تدل على العموم. مفهوم؟ وإحنا قلنا إذا أردنا أن نبينها يبقى نبينها بفعل نسند إليه علامة التثنية أو علامة الجمع أو علامة الإيه؟ المؤنث أو علامة الإيه؟ المذكر. واضح؟ يبقى هي إذا في الأصل تدل على العموم إن كانت للاستفهام. نعم. وقولهم ما للعاقل وما ما لغير العاقل ومن للعاقل، هذا فيه مسامحة. لماذا؟ قالوا ذكر بعض النحاة أن ما تستعمل أيضا للعاقل. ما تستعمل لإيه؟ للعاقل. والأحسن يتقال للعالم وغير العالم، يعني لمن يعلم ومن لا يعلم. أحسن كده. بدل ما نقول للعاقل وغير العاقل. لأن لو قلنا للعاقل سيصادفنا إشكال. وهو أنها تطلق على الله عز وجل، كلمة من؟ وهل يقال على الله عاقل؟ لا، لا يقال له عاقل، بل يقال عالم. ولذلك قالوا الأحسن أن يقال تدل على ذي العلم وما تدل على غير ذي الإيه؟ على غير ذي العلم، يعني الذي من شأنه أن يعلم والذي من شأنه أن لا يعلم. وقد قال العرب، تقول العرب سبحان ما سبحت له السماوات السبع. سبحان ما سبحت. هل سبحان ما سبحت يقصدون من؟ يقصدون الله عز وجل، ومع ذلك أتوا بما؟ يبقى إذا ما هنا الأحسن أن يقال إن الأغلب فيها أنها تدل على ذي العلم من؟ وما الأغلب فيها أنها تدل على غير ذي العلم. ولكننا إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدناها أغلبية، وجدناها أغلبية، فقد تأتي ما في مكان من، وقد تأتي من في مكان إيه، وقد تأتي من في مكان ما. خلاص. وقد قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات دخل فيهم العاقل ولا ما دخلش؟ دخل عاقل. خلاص. وقال سبح لله من في السماوات ومن في الأرض. برضو بعض الناس خصها بغير العاقل، بالعاقل نقول له هو دخل فيها غير الايه؟ غير العاقل. واضح؟ طيب، يبقى اذا كلامهم اللي قالوه ان ما تستعمل لغير العاقل ومن تستعمل لغير العاقل، هذا فيه نوع التسامح، لكن الذي يعنينا منها هنا انها ايه؟ تدل على العموم لانها مبهمه. بس نعم. واي للجميع، اي هذه يعني، بس لسه عايزين نشوف يعني من اذا كانت في الخبر في الاستفهام، وايضا اذا كانت في الشرط، اذا كانت في الاستفهام واذا كانت في واذا كانت في الشرط. وقال بعضهم ايضا تدل على العموم اذا كانت في الخبر. خلاص. تدل على العموم اذا كانت فين؟ في الخبر. معناها زي ايه؟ تقول علمت ما علمت، علمت ما علمت، يبقى علمت ايه؟ علمت الذي علمت، يبقى ان كانت موصوله ايضا، والموصوله دائما تحتاج الى ان تكون مبتدا، يحتاج الى خبر مثلا، ومعنى في الخبر يعني في الجمله الخبريه، ولا اقصد الخبر يعني انها هي تبقى خبر، لا،
تكون في الجملة الخبرية لا الجملة الإنشائية، لأن من هذه الاستفهامية جملة إيه؟ إنشائية، خلاص؟ والشرطية إيه؟ الشرطية خبرية. طيب والجملة برضه الخبرية أيضا الثانية اللي زي ما قلنا علمت ما علمت أو علمت من علمت، يبقى إذا هذه تدل على الإيه؟ تدل على العموم. وأما أي فهي في الأصل تدل على بعض ما تضاف إليه، تدل على بعض ما تضاف إليه، لكن نحن الآن لا نريد أن نستعملها في الدلالة على بعض ما تضاف إليه، خلاص؟ وإنما نريد أن نستعملها في العموم، فتقول أي العبيد عندك، تبقى للاستفهام بقى، أي العبيد عندك، أي الناس عندك، يبقى كلمة أي هل تدل على شيء مخصص؟ لا تدل على شيء مخصص، وإنما هي تدل على ماذا؟ على العموم. وبرضو إن كانت هي بعض ما تضاف إليه فإنها أيضا تدل على شيء مبهم أيضا. يقول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي فريق من هذين الفريقين؟ لو فرض أني ما عندناش غير الفريقين يبقى في الأصل هي تعم ولا لا تعم؟ تعم، لأننا لا نعلم من الفريق المحكوم له بأنه أحق بالإيه؟ أحق بالأمن، واضح؟ وإن كنا عارفين أن إبراهيم ومن معه هو الفريق المحكوم له بأنه أحق بالإيه؟ أحق بالأمن. إذا أي في الاستفهام ومن في الاستفهام، لكن يزيد على ذلك أنها إذا كانت للشرط أيضا وإذا كانت للخبر أيضا فإنها تدل على العموم، وكذلك ما وأي تدل على العموم إن كانت للإيه؟ للاستفهام، إن كانت للاستفهام. نعم. وأين في المكان؟ وأين أيضا في المكان فإنها تدل على العموم، عموم الأمكنة، يعني عموم الأمكنة. تقول أين ما تجلس أجلس، يعني إيه؟ في أي مكان تجلس فيه أجلس. وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان تكونون يدرككم الإيه؟ يدرككم الموت. ليست تخصص مكانا معينا ولا مكانا محددا ولا مكانين محددين، وإنما في كل الأمكنة، لفظ شائع في كل الأمكنة. نعم. ومتى كذلك لفظ شائع في كل الأزمنة. تقول متى تسافر أسافر، يبقى برضو في أي وقت من أوقات الزمان المستمرة فإن إن سافرت أسافر، يبقى إذا برضو تدل على ماذا؟ تدل على العموم. يبقى إذا أين تدل على العموم في الأمكنة، ومتى تدل على العموم في الإيه؟ في الأزمنة. طيب لما يجي يقول أينما لقيتم المشركين فاقتلوهم، لو قال الشرع كده يعني، يبقى ناخد حكم من هذا، ناخد الحكم في إيه؟ في أي إيه؟ في أي مكان لقيتموهم فاقتلوهم، خلاص؟ في أي مكان لقيتموهم فاقتلوهم، يبقى أخذنا الحكم من هنا. طيب متى لقيتم زيدا، متى لقيتم الكافرة فاضربوا عنقه، ها؟ يبقى مثلا في أي زمان من الأزمنة العامة لقيتم الكافرة فاضربوا عنقه. احنا بناخد الألفاظ دي ليه؟ لأجل أن نستعملها في الأحكام الأصولية عشان نعرف نستنبط منها، شوف ده يدل على العموم وده إيه اللي يخصصه وده ما يدلش، وده يدل على عموم الأمكنة ولا يدل على، لما قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموه، حيث بعض العلماء قال إنه حيث لتدل على العموم أيضا في الأمكنة، يعني في أي مكان لقيتموهم فإيه؟ فاقتلوهم. ليه؟ لأنهم هم يعني كانوا يتحرجون، بس بعد كده تخصص بقى، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يبقى لو لم تدل حيث على العموم ما كانش في داعي
لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ايه؟ حتى يقاتلوكم فيه. نعم. وما في الاستفهام والجزاء وغيره. الجزاء يعني الشرط. احنا لما نيجي نقول ما تقدم لنفسك من خير تلقاه، او ما قدمت لنفسك من خير لقيته. هنا ما قدمت، هذا شرط ولا مو شرط؟ ها؟ اجيبوا. ما فيش مانع تخرجوا في التسجيل يعني عادي، لا اشكال. ها؟ ما قدمت لنفسك من خير لقيته. يبقى ما هنا ايه؟ شرطين، كويس كده؟ هذا الشرط يحتاج الى جزاء. الجزاء بعض الناس يقولون الجواب هو الجزاء. كلمة لقيته جزاء ما قدمت، يعني جزاء الشرط. فكانوا زمان يقولوا على الجزاء جواب وعلى الجواب جزاء، الاثنين، واخد بالك؟ فهو لما يجي يقول في الجزاء يعني في جزاء الايه؟ في جزاء الشرط. يقول يعني في جزاء الشرط او في جواب الايه؟ او في جواب الشرط، على كيف؟ خلاص؟ كانوا زمان لما يعلمونا الاعراب واحنا صغيرين يقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، يقول لك إن جاءك زيد ده فعل شر فأكرمه جواب وجزاء له، عشان يجمع ما بين الإيه؟ ما بين الاصطلاحين، لأن في ناس تقول عليه ده جزاء، لأن جزاء المجيء الإيه؟ الإكرام، وفي ناس تقول عليه إيه؟ جواب. طيب أنهي فيهم بقى اللي هو أعم وأشمل؟ جزاء ولا جواب؟ جواب، كلمة جواب خلاص أعم من ذلك، لأن جواب هو اللفظ اللغوي المصطلح عليه، وأما الجزاء ففيه معنى الترتيب مع الجواب، في معنى الترتيب مع مين؟ مع الجواب، كما أنه يقتضي أن الجزاء لا يكون إلا بعد الشرط، لا يكون إلا بعد الإيه؟ لا يكون إلا بعد الشرط. وبعض العلماء يقول إن الجواب بتاع الشرط يكون في ذهن الفاعل للشرط دافعا له للفعل، ثم يأتي متأخرا واقعا بعد الفعل. فلسفة شوية دي. إحنا نعرف إن الجواب يجي بعد ايه؟ بعد الشرط. ان جئتني اكرمتك، واضح؟ ان ذاكرت نجحت. قال العلماء هذا كلام سطحي، الجواب يكون قبل الشرط دافعا وبعد الشرط واقعا. يبقى في دافع وفي ايه؟ في واقع. انا عندما اذاكر أفعل الشرط، أي شيء يدفعني للمذاكرة؟ النجاح. فالنجاح إذا موجود دافع لي قبل فعل الشرط، ثم لا يقع ذلك النجاح إلا بعد فعل الشرط. فالجواب إذا له إيه؟ دافع وهو يكون قبل فعل الشرط، وواقع ويكون بعد فعل الشرط. من آمن فله الجنة. هل احنا الان مش في ذهننا ان في جنه في الاخره وهو الى اخره؟ طيب هذه الجنه الموجوده في الاخره تدفعنا الى ماذا؟ الى الايمان. يبقى اذا وجود الغايه في اذهاننا دافعا لنا يدل على انها موجوده في الذهن، ولكنها لا تقع الا بعد حصول المشروط. لا تقع الا بعد حصول المشروط. فلما نيجي نقول جزاء يبقى لا بد ضرورة أن يكون الجواب مرتبا على الشرط وواقعا بعده مطلقا، سواء عرفنا ولا ما عرفناش، خلاص. ولكن إذا قلنا جواب فإنه يتوجب معه ما قلنا في أن الجواب يكون دافعا أولا ثم يكون واقعا بعد الفعل الإيه؟ بعد فعل الشرط.
فأنهي فيهم اللي هي أعم بها الجواب ولا الجزاء؟ يبقى الجواب أعم من الإيه؟ من الجزاء. نعم. ولا في النكرات. لا هذه قد تكون لها معنيين، إما هي لابد أن تدخل على النكرات لكنها قد تبنى مع النكرة وقد لا تبنى مع، يعني قد تركب معها تركيب 15 فتبنى معها، وقد لا تركب معها فتفصل عنها ولكن الدلالة باقية. الدلالة إيه؟ الدلالة باقية. فإذا قلت لا رجل في الدار، يبقى معناها إيه؟ نفت الإيه؟ العموم، نفت الجنس، جنس الرجال في الدار، ما فيش حد خاص. ولذلك ما ينفعش تقول لا رجل في الدار بل رجلين، لا يصح ذلك أبدا. يبقى أنت ناقضت نفسك، ناقضت نفسك مناقضة كاملة، مفهوم؟ طيب، وقد لا تبنى معه، فتقول لا رجل في الدار، وتقصد فيها إيه؟ عدم الدلالة على الوحدة. لابد أن تأتي هذه الدلالة على الوحدة، لأن إحنا عندنا اسم لا النافية للجنس، إما أن يكون مبنيا معها، وإما أن يكون غير مبني معها، وإما ويكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا غير مبني معه. ومن ثم قيل في لا حول ولا قوة إلا بالله التي تعرفونها في النحويين، فيها لا حول ولا قوة فتبنيهما معنا، وفيها لا حول ولا قوة فتبني الأول وتسيب الثاني، وتبني الثاني وتسيب الأول، وفي لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص، وفي لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إما تبنيها، وكل هذه الأشياء تدل على الوحدة، نفي الوحدة، يعني نفي الإيه؟ نفي الجنس، نفي الجنس، خلاص. لكنها مع بنائها على مع لا أظهر من عدم البناء، بناءها مع لا أظهر من عدم الإيه؟ أظهر في الدلالة على العموم وفي الجنس من عدم الإيه؟ من عدم البناء. نعم. والعموم من صفات النطق. نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم من صفات النطق، يعني من صفات الألفاظ. أنتم تذكرون أننا عندما تكلمنا عن الأمر وتكلمنا عن النهي، قلنا إن في أمر نفسي وأمر إيه؟ لفظي. أمر نفسي وأمر لفظي. أما الأمر النفسي فهو مدلول الخطاب القديم، وأما اللفظي فهو الصيغة التي تدل على ذلك، اللي يخلق بها مخاطبتنا إحنا ونفهم بها. إحنا مش قلنا زمان أو لسه ما قلناش أو هنقول إن شاء الله فيما بعد أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين؟ قلنا كده، تعرفوا كده ولا لا؟ تعرفوا خطاب الله تعالى هذا مقصود به الكلام الايه؟ النفسي، الخطاب القديم. طيب ما كيف نستدل على الخطاب القديم؟ بهذه الألفاظ. هذه الألفاظ دي جعلت كالعلامات لتدلنا على الخطاب التي نفهم بها خطاب الله عز وجل. خلاص؟ فلما نيجي نقول العموم من صفات النطق، يعني نفس الصيغ، مش مسألة النفس بقى أو غير النفسي، نفس الصيغ هي التي تدل على ذلك العموم. الإنسان دلت على العموم، القوم دلت على العموم، من دلت على العموم، ما دلت على العموم، أين دلت على العموم، ها متى دلت على العموم، خلاص، أي دلت على العموم، ما دلت على العموم، خلاص، كل هذه بصيغتها تدل على العموم، تدل على العموم. إذا العموم من صفات النطق، يعني من صفات الألفاظ. ولا يكون في الأفعال، ولا فيما جرى مجرى الأفعال. إيه الأفعال؟ يعني مثلا
الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في السفر، هل هذا يدل على العموم؟ لا يدل على العموم، لأنه فعل، والفعل لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يدل على العموم. مفهوم الكلام ده؟ إلا إذا صاحبته قرينة لفظية تدل على ذلك، لكن هو في حد ذاته لا يدل على العموم. ورد فيما رواه النسائي أن الرسول جمع بين صلاتين في السفر، صلاتين اللي هما إيه؟ الظهر والعصر في السفر. فهل معنى ذلك أن ذلك مستغرق لجميع أوقات الزمان فأننا نجمع في كل أوقات الزمان؟ ما ينفعش الكلام، لا يجوز ذلك، لا يكون ذلك، يبقى ده فعل، والفعل لا يدل على العموم. طب ما جرى مجرى الفعل؟ قال لك ما جرى مجرى الفعل كالقضايا المعينة المخصصة، الواقعات اللي بيقولوا عليها واقعة عين، حصلت في سفر أو حصلت في حضر أو حصلت في أي شيء، زي إيه كده؟ كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لجار للجار، فإن ذلك أيضا لا يدل على العموم. خلاص؟ لماذا؟ لأنه قد يكون جار ولا شفعة لبعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء. يبقى إذا القضايا المعينة والأفعال لا تدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم إحنا نستفيده هو الإيه؟ هو اللفظ. ولذلك أنا قلت لك قبل كده إن كان الشيخ العبريق يقول: ثم العموم ابتلت دعواه في الفعل أو بما جرى مجراه. فلا الفعل يدل على العموم ولا ما جرى مجرى الفعل كالقضايا المعينة وكأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل، لا هذا يدل على العموم ولا هذا يدل على العموم. أعتقد جينا لباب الخاص، وطبعا احنا نكتفي اليوم في كلام تاني في العام. طيب نكتفي إن شاء الله اليوم في هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك. نعم. الجمع اسم مفرد يدل على الجمع، وأما الاسم الجمع اسم مفرد يدل على الجمع.